ما هياش صورة الحرب اللي الناس صورتها، كان ضحك جدا، واللي مش عاجبه ضحك، كانت بضحك، كانت مجرد مزحة، بامزح ليس اكثر. والا ده احنا بنقول قبلها وطول عمرنا بنقولها، البلد مش البلد، الدعوة، الساحة تسعنا وتسع غيرنا. في منتصف الطريق بين القاهرة والإسكندرية تقع مدينة السادات، مدينة شهدت واقعة هزت الرأي العام المصري خلال الفترة الماضية. الواقعة نشرتها عدد من الصحف المصرية، وأكدت خلالها أن مئات السلفيين أحرقوا شقة سيدة كانت تمارس أعمالا مخالفة للآداب في أحد عمارات المدينة. توجهنا إلى تلك العمارة ليحكي لنا الجيران عن أحداث الواقعة. طبعا أهل المنطقة جمعوا قلق مع بعض وحبوا أنهم ياخدوا قرار مع هذا الستري. في أحد الأيام تجمعوا البلطجية حواليها وقعدوا يهددوا الناس، فأصدقائنا اتصلوا علينا في المنطقة بالكامل، فروحنا يوم الثلاث وخرجنا البلطجية من المنطقة وخرجناهم من شقتها شخصيا هي والنساء اللي كانوا معاها، وطلعناهم بره مدينه، بره المنطقه، وحرجنا عليها يا ستي ان الموضوع ده ما يحصلش تاني. استجابت، وبعد ان خرجنا فوجئنا بالساعه 2 بالليل وواحده بالليل بتجمع البلطجيه من جديد ومحاوله اقتحام احد شقق الجيران. وفي الليله دي احنا ما نمناش، يعني قعدنا ما نمناش الا بعد الفجر. ويوم الاربع برضه حصل هذا النظام، اليوم الثاني حصل هذا الوضع تاني مره ثانيه بتجمع بلطجيه وتهديد الاهالي. فاضطريت اتصلت بالشيخ عبد الرحمن امام المسجد وتحدثت معه في هذا الموضوع، فالرجل مشكورا يوم الجمعه خطب الجمعه ونوى عن هذا الموضوع، وبعد الخطبه اقام حديث فاستجاب اهل المسجد بالكامل. وها هو المسجد الذي خرج منه اهالي المنطقه لانهاء ازمتهم، أزمة تحدث عنها إمام المسجد المعين من قبل الأوقاف. يوم الجمعة قمت بأداء خطبة الجمعة، تحدثت فيها عن عدم القبول بهذا الأمر في المنطقة، ولذا أمر ينافي الإسلام، وهذا أمر لا يقبله الشرع ولا يرضى به الإسلام. وتحرك الناس بعد صلاة الجمعة ووقفوا أمام العمارة، وقمت أنا وبعض كبارات الناس المسؤولين في المنطقة والجيران بالذهاب أو الصعود إلى هذه المرأة، وطلبنا منها بأن تغادر المنطقة أو أن تكف عن هذه الأعمال. التحرك لم يكن خاليا من السلفيين، فالجار الملاصق للسيدة صاحبة الواقعة يحمل الفكر السلفي، إلا أنه كان واحدا من ضمن مئات الأهالي الذين تضرروا مما جرى. لما لقيت الناس طلعت واعترضوا على الامر اساسا فكنت معاهم، ده يمكن انا السلف الوحيد يعني، بس بفضل الله الحمد لله الست ربنا امن عليها بالتوبه وانصرح الحال بفضل الله، وبقت اهل المسجد كله اساسا بيساعدوها. ما ذكره الجميع اكدته المشاهد التي التقطناها للشقه التي قيل ان السلفيين احرقوها، وهي كما يظهر في حال جيده، الامر الذي اكدته السيده صاحبه الشقه بنفسها. الناس اللي كتبت عني ان انا بيت اتحرق، مفيش اي حاجه من ديت، وبيت زي الفل قدام حضراتكم اهوت. اما الحريق الذي قامت بسببه الدنيا ولم تقعد، فكان عباره عن حرق بعض الصور والملابس القليله كما يظهر، وهو امر قام به الاهالي كما اكدوا من قبل. احنا عملاء من الدوله اللي اتقفلت مساجدنا واتخذت وتحولت اوقاف، اللي اتمنعنا من الخطب والدروس 12 سنه 15 سنة ممنوعين ان احنا نخطب ولا ندي درس، اللي احنا اللي اتقفلت قنواتنا واتمنعنا من الكلام، احنا عملاء من الدولة؟ طب اذا كان اللي بيقول كده قصده ان احنا افتينا بحرمة الاغتيالات، ان احنا افتينا بحرمة التفجيرات والاذى، انا بقول للصحفيين وللمذيعين واصحاب الفكر انهم لما كانوا بيشتمونا ويؤذونا ويسبونا ويشتموا الاسلام واحنا نصدر فتاوى نقول يا جماعة دمهم حرام، مسلمون مسلمون، لا يجوز ايذائهم ولا يجوز ولا يجوز ولا يجوز، هو ده بقى اللي انت بتسميه عمالة؟ انت بتسميه عمالة ان احنا اللي وقفنا مع النصارى في مواقف في اخطر واحرج الظروف، اللي الاخوة وكان الشباب كله مشعلل واحنا وقفنا
وقفتنا احنا اللي قلنا لهؤلاء النصارى حقوق ويعيشون بيننا في امان. ابراهيم عطلة من محرم بيه من اسكندرية. مش ايه اللي عايز من محرم بيه؟ اهلا وسهلا. اكيد حضراتكم سمعتم عن الحرب على الدعوة السلفية وان هم بيضطهدوا المسيحيين وان هم لا 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 بيبعتوا لهم رسائل تهديد. بالنسبة عندنا هنا في محرم بيه او مسألة محرم بيه بالكامل، ما ولا عندنا حاجة اسمها سلفيين ولا اسلاميين ولا مسيحيين ولا يهوديين، كلنا هنا راجل واحد خلي بالك، يعني لا حسينا فيه سلفي ولا حسينا بجماعة اسلامية ولا حسينا بالمسيحيين طالعين مثلا حد بيضطهدهم او يعني. انا عندنا احنا جنب كنيسة، يعني احنا في سكن الكنيسة نفسها، عيب احنا ناس محبين ومشين طول عملنا محبين وفي شوارعنا وفي منطقتنا وما فيش حد بيعكسها، فمفيش داعي ان احنا نهيج الدنيا يعني. مين لبيب؟ كنت سمعنا عن اشاعات ان السلف هيكسروا محلات الخمور وهيكسروا وهيموتوا الناس في المتبرجات والكلام ده كله، هل الكلام ده انت سمعت بيه او شفت بيه؟ سمعت بيه بس ما فيش حد جه هنا اتكلم ولا حالنا حد. يعني ما فيش تهديد جالك او اي حاجه من اللي هم بيقولوا عليها؟ لا ما فيش. غير جسوس السدوم حضرتك طبعا سمعت اليومين دولت في الايام اللي فاتت قالوا ان السلفيين هياخدوا من المسيحيين جزيه وان هياخدوا يخطفوا المسيحيات. كامل اللي انت بتقوله كله ولا يخصني بشيء، لا حاجه واحده هنا جنب مني يعني جامع السلفيه اخر احترام اخر واجب احترام الجار، وجنب مني جيراني احلى من اي حاجه، ويقدر بالذكر يوم ما حصلت الموضوع بتاع الثوره ديت بعتوا لي حضراتكم اكل هنا في قلب الدكان عندي، بعتوا لي طماطم. اهلا بيك، انا اسمي عياد محارب ناصر. مسيحي طبعا. مسيحي ان شاء الله. طيب هذا كان في اليومين اللي فاتوا طلع اشاعه كبيره ان السلفيين هيخطفوا المسيحيات وهيرموا في موش وهيحجزوهم وهيرشوا ميه نار على الناس وهتلاقي وهيقولوا لهم هاتوا الجزيه فالكلام ده حضرتك رؤيه حضرتك ايه الكلام ده؟ هقول لحضرتك على حاجه بما يرضي الله وشهد ربنا فطر. لا ولا انا خايف من حد ولا انا في حد ضغط عليا امام الله هتحاسب عليه في يوم من الايام. بالعكس احنا شفنا منكم العكس، شفنا منكم اثناء الاحداث ان انتوا خبطتوا على بيوت الثوره مره، ايوه اثناء الثوره ان انتوا قبل حجر التجول كان في زحمه على العيش وزحمه على الخضار، شفنا ان انتوا خبطتوا على بيوتنا فتحنا البيت ايه يا عم اتفضلوا العيش ده لكم مره واثنين وثلاثه وعشره لمده اسبوعين ويمين هتحاسب عليها امام الله، ومره ايه ومره طماطم. لم يحدث شيء، لم يحدث اي شيء من الكلام ده خالص، وانا هتحاسب عليهم الايام. مش احنا بس، مش اسرتنا ولا بيتنا ولا جيراننا وطول عمرنا عايشين مع بعض ولا كنايس جرى حاجه، والكلام ده كل المسكين عارفينه. لما كانت في شرطه قدام الكنايس كانت الكنايس امنه زي دلوقتي؟ لما كان في شرطه واتحرقت الكنيسه وقالوا بتعمل حاجه الشرطه ولا كانت بتعمل حاجه ولا ليها لازمه ولا بطالب بمليتها. الكنايس حاميها ربنا وحاميها الشعب المصري. ان اسلامنا لا يقبل ابدا الظلم للأقباط الذين يعيشون في مصر أو في أي مكان آخر على وجه الأرض، هذه أصول لابد أن ننطلق منها. وسأذكر بحديث سريع قبل أن أبين ما حدث في أطريح أو في قرية صول، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال كما في سنن أبي داود بسند صحيح: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه حقا أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. هذه عظمة هذا الدين، بل يبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن دم القبطي حرام كما أن دم المسلم حرام. لا ينبغي أبدا أن ننظر إلى دم المسلم على أنه دم رخيص، وإنما دم المسلم حرام ودم القبطي والنصراني كذلك حرام. ففي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح أي لم يشم رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. علمنا ديننا وعلمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس من حق أي مسلم على وجه الأرض أن يكره أحدا من غير المسلمين على الدخول في هذا الدين. بداية الأحداث ولا زال الكلام على موعد، وبالنسبة يعني لمحاولة التشويه والتشهير اللي أنتوا عارفينها كويس وعارفين أصحابها وعارفين رؤوسها اللي حاولت على مر الفترة الماضية المظلمة من جمهورنا كلنا كمصريين انها تشوه الصورة وتتهم زورا ومحتاجا، الحمد لله ربنا كشف، الحمد لله ربنا كشف، الحمد لله في عز غيابهم يوم
حد يعتاد عليكم كلمة، حد يعتاد عليكم خوف، حد أرم حاجة من مصالحكم ومشاغلكم، حد يشوف كلمة ربع كلمة لا يثبت أن احنا فعلا عندنا حاجة مش مظبوطة. ما يتحب لنا ربنا سهل على الدكتور الحمد لله الحمد لله رب العالمين الذين نحن الذين في لطف رب العالمين ونزلنا نفس كتاب المعنى وإعلام التسامح وإن البر دليل أنت برؤون وتقصده ده أمرنا الله عليه وسلم وصانا أمرنا بذلك ونحن على عهده بإذن الله تبارك وتعالى. موضوع البث الأخير تهيل عليه برضه يعني تعرف الحق أنا نزعت من بعض التصرفات ولكن الناس محترمة ما شاء الله. طبعا أنا قاعد في المسجد وجدت إن في أخ في جماعة صار عندهم مشكلة وعايزين يبعثوا المأمور بالظبط يعني. المهم ايه انا كبول ان الناس لو ثلاث جيران حد لو ثلاثه لا عليا و الناس الجيران معقول ايه حصل كذا كذا مع ولد مصري لا كل ضايق انا اتشرف ان انا احل بنور الله بس انا عاوز لك على رب ان قبلوا على عين الراس وان رضوا يبقى لهم خذ الاختيار. قال لي اتفضل قلت له انا هجيب لهم هسألك كانت بنت أسماء بنت الله عبد الله العبراق وطوعية وحب من نفسها تواجب علينا نحن وده دينا الذي يبرأ وكان أهل تبع غرر بي دلس علي بحث علي لو بؤلة ذات حجبها لكم ده ولو عرف نفسي لأي خط اتفقنا جماعة اتفقنا خلاص خلاص رحت بعت البنت أخونا الشيخ محمد رحمه الله خير جبها لي وجيت عربية وعرف بها بنتي اتحاد ضغط عليه حتى عامل حتى عامل فلقيت البنت متردده وعمليه ليه حب الشباب وطيش في بتاعها. انا بصراحه وصلت مع بعض ان انا حاسس الصدق امانه. تعالوا لي جات لي امها وزوجها وحديهم بابن البنت قبل ما نجيبهم لها ربنا قالت لي لازالت الفرصه انك كنت عايزه الاسلام انا تحت امرك رحت لي بنتي خالص. وفضل عن ذلك حفظك. كنت عارف هم يمكن متصرفين حتى بيتفرجوا مش حد هيكلم فيه. عايزه ابوك وامك ما فيش مشكله. فقالت لا انا صراحه انا عايزه اروح الجيش. انا بعيد مشاكل وانا لسه ما فكرتش فيه كويس بس انا كنت بحب الولا وحاجه زي كده وطيباتي دلوقتي ما دخلتش في الاسلام قالت لا ما دخلتش انا عايز اروح ادير احسن ليه عايز اروح ادير؟ قال عشان خايفه من ابوها قلت له استدعتني البنت دي لو مسيتها بحاجه هيبقى بيني وبينك كلام جامد خالص قال لي دي امانه للبنت وبتاعه وهطمنها وخد ضمانه وخد بنته وخد مش هو ده اللي احنا بينا الحق هو لو خسروا الناس في أول مرة مشترك بعرفك يعني. مش فاطمة يعني أنا أنا فاطمة يعني أنا فاطمة يعني فاطمة يعني أنا فاطمة يعني 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 فاطمة عمرنا ما نافقنا حد ولا عمرنا امسكوا علينا كلمة. عندك 30,000 مادة على النت 30,000 مادة قلبهم افرزهم افرمهم من اولهم لاخرهم طلع لي كلمة ان احنا مدحنا ظالم ولا ان احنا نافقنا اي حد في الدنيا. فضل الله عز وجل كلمة الحق والحق وحده وسنظل اعزة بالحق وبالحق وحده وستظل رؤوسنا في السماء بالحق لان لنا منهج لا نتلون عليه ولا نغير ولا نبدل ولا نجامل ولا ننافق